عيون منسقة العامة لمركز طنجة. أولا كنقدم الشكر ديالي لصاحب الجلالة محمد السادس حيث الولوج المرأة لخطة العدالة كان بالمبادرة السامية من صاحب الجلالة بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى اللي كيضم خيرة العلماء والفقهاء ديال المغرب. والتحية ديالي كنوجهها لكاع الناس اللي ساهموا في التكوين والتأطير ديالنا كفوج ديال 2018 سواء في طنجة أو خارج طنجة، حيث كاين شي 10 ديال المراكز الجهوية اللي تكونوا فيها العود المتمرنات والمتمرنين. وحنا بهذه المناسبة كنعملوا حفل ديال نهاية ديال التمرين باش نقدموا الشكر لهاد الناس كلهم اللي ساهموا واثروا لنا وشرفوا علينا، باش نشكرهم ونقدموا لهم ولا جزء بسيط من داكشي اللي قدموا لنا طوال عام ديال التمرين. يعني كان عندنا عام ديال التمرين في 6 شهور تكوين نظري، شهرين في المحاكم، وأربعة أشهر كان تكوين عملي تطبيقي في المكاتب العدلية. اللي نجح في المباراه ديال الولوج ديال خطه العداله كاين 800 عدل عدل ذكر وانثى، بيناتهم 299 امراه. مستوى ديال طنجه كاين 43 امراه، ومركز ديال طنجه كيضم اكبر عدد بالنسبه للمراكز الاخرى، فيه 157 عدل متمرن يعني، وفيه 43 عدل امراه. اولا حنا بعدا كنتشرفوا اننا تقبلنا في هذه المهنه ديال خطه العداله، حيت كنعتبروها من اشرف المهن، واحد المهنه اللي هي من اقدم المهن المساعده للقضاء. يعني ملي كترجع للتاريخ ديالها هي راه العمر ديالها قرون ماشي عشرات ديال السنين، يعني هي مع الدخول ديال الاسلام للمغرب والاندلس، يعني هذا التاريخ العظيم ديالها. يعني حنايا دابا كنتشرفوا اننا كامراه قدرنا نولجوا لهذه المهنه. حنا كنتمنوا يعني كعود النساء نساهموا في الرقي ديال هذه المهنه. والشعار ديالنا حنايا هو يعني من اجل توثيق عدلي حداثي ومتميز. يعني حنا ان شاء الله هي ديجا كمهنه يعني راقيه، ونزيد ان شاء الله نرقاو بها ونرقاو معها. عمر بقاش عدل المحكمه التابعه للمحكمه الابتدائيه بطنجه، عضو المكتب الجهوي العدول بالسنافيه طنجه. حنا اليوم كنعملوا المكسب كيعمل نهايه تمرين حفل نهاية تمرين ساد العدول الجدد، وهذا الحفل نهاية التمرين تميز هذه النوبة هذه الفترة هذه بوحم مستجد أرنا، وهو دخول المرأة للمجال للجسم العدول للعدول. احنا بصفتنا كعدول يعني شفنا أن دخول المرأة للعدول أنه يكون هيعمل واحد إضافة نوعية واحد مستجد اللي هو يقوي الهيئة، بحكم أن أي مهنة قضائية تابعة للمهن القضائية القانونية كنشوف فيها المرأة دائما أنها كتكون عندها واحد الإضافة نوعية للمهنة ديالها، وكتعطي وكنشوفوا أن المرأة كتخلق ندوات، كتخلق بزاف فرص، دائما كتعمل واحد التنوير المهنة اللي هي حنايا بدخول المرأة عندنا واحد النظره بان ان شاء الله الرحمن الرحيم المهنه ديالنا على الطوار، وعلى الطوار اللي هو اللي غيكون اللي غيجي الخير للعموم الساده العدول، لا بالنسبه للمواطن لا بالنسبه لاي جهه كنتعاملوا معها حنايا. وبالنسبه حنا ك الساده اللي كنت انا كنعمل تكوين الساده العدول، كنت كنلتمس كنشوف ان هاد الساده العدول هادو اللي جاوا المتمرنين اللي جاوا جدادين عندهم واحد الرغبه في انهم يطوروا المهنه هاد، خصوصا حنا كنعرفوا واحد التحديات العصر، ان كل كيمشي الى واحد ما شافوا كل مهن ماشي على واحد التطور سريع، خصوصا تطور المجال الرقمي، تطور المجال الالكتروني، تطور. وحنا بصفتنا كهيئه هنا في طنجه حنا الناس اللي سباقين على العموم بصفه عامه في المغرب، اي حاجه اللي هي الرقمنه او الالكترونيك المجال الالكتروني حنا الهيئه ديالنا كتكون هي الاول وحده سباقه لهذا الشيء. في ان عندنا واحد البرنامج كنعيطوا له برنامج توثيق عدولي، هذا البرنامج هذا حنايا في طنجه نقولوا حنايا واحد النسبه كبيره ديال العدول خدامين بهذا البرنامج هذا، وهذا البرنامج هذا جعلنا كننافسوا ما يسمى بالنوتر او الموثق، يعني حنا كننافسوا وعطى الجوده ديالو وعطى واحد الاضافه نوعيا للعدول.
وبيد وغير واحد النمط وغير واحد النظره اللي هي كتبقى النظره للعدول انها فقط ناس فقهاء وتقليديين. فعلا الناس العدول ماشي فقهاء ولا الناس، فعلا الناس عندهم العلم المعرفه فقها وقانونا ادبيا علميا ثقافيا دينيا. الناس معنا العدول كتجبروا تبارك الله عليه السيد متمكن في اي ماده هضرتي مع فيها متمكن فيها. تمشيت شنتو في عهد المتمرم من فوجي 2018، كيف ما كنعرفوا ان هذا الفوج هذا الجديد هذا السنه اللي دازت تحول تعليمات ساميه صاحب الجلاله وكذا الفتوى ديال المجلس العلمي الاعلى حول ولوج المراه لمهنه خطه العداله، وكان واحد المستجد اللي هو جميل جدا وراقي لان المراه عرفت عده تطورات في مسلسل المهن النسبيه، خصوصا انها كانت موثقه ودكتوره وطبيبه، ولهذا ان كنظن انها تكون واحد الاضافه للمهنه ويكون واحد الدعم بالنسبه للتوثيق العدلي في المغرب في المملكه.